أنا اقتبست آية من إنجيل يوحنا إصحاح 3 والآية 13 اللي بتقول لا أحد يصعد إلى السماء إلا الذي ينزل من السماء. شو يعني أنت لما بتسمعها الأخ شانت وأنت كاتب كتاب في هذا الموضوع، إيه اللي بدور في ذهنك لما بتسمع هاي الفكرة؟ المسيح بيحكي صراحة علانية بدون شك أو ريب بكل وضوح، ليس أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل. كل الأنبياء اللي نعرفهم سواء في الكتاب المقدس أو في القرآن هم بشر عاديين، أتوا ولادة بشرية عادية لهم أب وهم ماتوا وهم في القبر الآن. إلا المسيح لأنه نزل من السماء هو له السلطان أنه يصعد إلى السماء. وبالتالي المسيح فريد في هذا الأمر، لا يوجد شخص أو إنسان يستطيع أن يصعد إلى السماء.